لا الأستاذ قاسم، دخل الله وشكرا لك على إمهالك إياي. مسألة ما حصل في دبي، الأزمة التي المالية التي عصفت بدبي، هل أثبتت هذه الأزمة جدارة واستحقاق النظام المصرفي الإسلامي كما يتحدث عنه أنصاره، أم أنها أثبتت هشاشة التجربة؟ أنا أعتقد بأن ما حدث في دبي أثبت جدارة الاقتصاد الإسلامي. أريد أن أضيف قليلا على ما قاله الضيفين بأننا عندما نتحدث عن اقتصاد إسلامي ونقارنه باقتصاد غربي علينا أن نكتشف العلاقة التي تربط المصرفي والمستثمر والمودع في البنوك الإسلامية إلى المصرفي والمستثمر في البنوك الرأسمالية. لو وجدنا بأن في الاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية بأن العلاقة التي تربط الجميع هي علاقة دينية في الدرجة الأولى، نعم هنالك عامل الربح ولكن هي علاقة دينية، ونتيجة هذه العلاقة عامل الطمع وعامل الاستغلال هو في أدنى مستوياته، عكس ما نجده في المصارف الغربية حيث عامل الاستغلال وربما عامل الطمع هو عامل مسيطر، وهذا ما حدث في البنوك الغربية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما نعلم جميعا بأن أحد الأسباب التي سببت الأزمة المالية العالمية هي القروض المبسطة التي أعطتها المؤسسات المالية من دون التحقيق في خلفية المستثمرين. ولذلك أحب أن أقول بأننا نحن هنا نقارن طبيعة تختلف عن طبيعة أخرى، هنا نقارن طبيعة إسلامي شرقي إسلامي يتبع الاقتصاد الإسلامي إلى طبيعة غربي يتبع النظام الرأسمالي. وإذا أراد الغربي أن يتبنى فكرة الاقتصاد الإسلامي فعليه أن يغير طبيعته ربما إلى طبيعة أخرى، وأن لا يتبنى عشوائيا نظرية الاقتصاد الإسلامي، وأن يتعلم من دروسنا نحن الشرقيين عندما قمنا وبشكل عشوائي بتبني فلسفات غربية لم تتلائم مع حضارتنا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. طيب دعني أسألك سؤال متابعة، عندما سألت مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان عما إذا كانت هناك فائدة يمكن أن يجنيها أو درس يمكن أن يجنيه صندوق النقد الدولي من النظام المصرفي الإسلامي، طبعا حاول بذكاء أن يقلب السحر على الساحر، لم يجب على السؤال، إنما بالنسبة لك أنت ما الذي يمكن لمؤسسة كصندوق النقد الدولي وهي رمز من رموز الرأسمالية العالمية أن تستفيده من النظام المصرفي الإسلامي في هذا الظرف من تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب؟ عليهم نشر ثقافة الثقة بين المصارف، بين المصرف، تحسين العلاقات بين البنك المركزي والبنوك الخاصة، تحسين العلاقات بين البنوك الخاصة والمستثمرين، وخلق صيغة أو معادلة تبني أسس وثيقة ومتينة في هذه المؤسسات. في الاقتصاديات الإسلامية ليس لمصلحة أحد، سواء كان البنكي أو المصرفي أو المستثمر، ليس لمصلحة أحد أن يطمع في الآخر أو أن يستغل الآخر، ولسبب بسيط، لأن جميعهم شركاء في هذه الصفقة أو في هذه المعاملة، عكس البنوك الغربية حيث المستثمر يهتم أكثر في الفائدة التي يدفعها أو الفائدة التي يجنيها، المصرفي يهتم أكثر في الفائدة التي يدفعها أو الفائدة التي يجنيها وما شابه ذلك. طيب. على صندوق النقد أن ينشر ثقافة الثقة وربما تبني بعض الأفكار الإسلامية في مصارفهم. طيب عموما سنحاول مواصلة هذا النقاش، لكن قبل ذلك نأخذ استراحة قصيرة.